اهلا بكم على نموذج من نموذج متحدي الاعاقه. معانا النهارده اميره من اميرات الجمال. مؤكد ان الجمال مش بس جمال المنظر، ولكن الجوهر. كل ما كان الجوهر جميل انعكس ده على الشكل الخارجي للإنسان. فصديقتنا بالرغم من انها مصابة ببتر في احد ساقيها، الا ان ذلك لم يمنعها من رؤية مظاهر الجمال والقوة في شخصيتها. فصديقتنا ادركت ان الانسان لو فقد شيء فعنده اشياء تانية كتير، المهم يستطيع ان هو يعيش في سلام نفسي